جبهة قتال أرادها النظام هنا جبل الزاوية، المنطقة التي أصبحت مسرحا لمعارك عنيفة بين المنشقين وما تبقى من الجيش والأمن بعد إعلان أكثر من 30 عنصرا انشقاقهم دفعة واحدة عن صفوف الجيش النظامي في حقل الرامي التابع للفرقة الخامسة. الأمر الذي أدى إلى اشتباكات عنيفة امتدت إلى جسر الشغور الذي شهد انشقاقات أخرى في حي الساقي وسط تبادل لإطلاق النار قرب الصومعة حسب الهيئة العامة للثورة السورية. ناشطو الثورة أكدوا استشهاد منشق كان برفقة مدني في بلدة أبديتا خلال العمليات العسكرية في جبل الزاوية الذي اقتحمته أكثر من 150 آلية عسكرية مدرعة ليوغل النظام في همجيته التي تدفع إلى المزيد من الانشقاقات اليومية. إصلاحات بشار الأسد، أعمد الدخان تتصاعد من المنازل. ريف دمشق ورغم شح الأنباء عنه إلا أنه يشهد اشتباكات متقطعة بدأت في الزبداني واستمرت في مناطق مجاورة لتشهد معظمية الشام انشقاقات كبيرة تم تصفية بعض منهم حسب ناشطين. وبالنظر إلى كيفية التعامل مع الملف السوري على الساحة السياسية يرى مراقبون أن بذور كفاح مسلح ضد النظام بدأ في سوريا بعد أن رفض الكثير من العسكريين الانجرار وراء جرائم النظام ضد الشعب فانشقوا عنه وأخذوا على عاتقهم حماية الشعب الأعزل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر.